الليله. نعم. لا نتمنى مطلقا حدوث اي اعمال عنف لاي طرف طبعا من لكن هو لكن هو هو الذي فعل ذلك. خلي بال حضرتك اريد ان اوضح, هناك حاله من التوتر الواضح في داخل صفوف المعارضه تستشعر وانا اقول لك خمس مظاهر سريعه. نعم. احدهم كتب من احد قيادات طبعا الحزب الشعب الجمهوري قال انا لن اذهب الى التصويت وادعو الحزب الا يذهب لان اردوغان انتصر بالفعل ولا يستطيع هذا الامر. الامر الاخر موظف الحزب يسكب الشاي المغلي على طفل عنده 10 سنوات. الامر الاخر تمثيليه الحجاره في اكزروم. الامر الاخر انشقاقات يوميا بالمئات وبالالاف من اعضاء الاحزاب تنتقل الى صحيح الى اما للعداله والتنميه او للحركه القوميه الحليف ان كان من احزاب الجيد حزب قومي بينتقل الحزب القومي اللي هو الحركه القوميه وبالتالي بيصب في اصوات التحالف. صحيح. ثم اخيرا الحشود البسيطه التي تتجمع لهم تدل ايضا على ماذا هو حادث. ثم نعم. حديثهم ان نحن لا نثق في اللجنه العليا للانتخابات هذا حديث ايضا. صحيح. ينم عن حاله من الاهتزاز